لوفا، الفلوس اللي عليك. فلوس ايه؟ فلوس الموبايل. الموبايل ده مش هدية على ميلادي؟ لا طبعا. مال يا باشا الموبايل ده يتقسط عليك، تمام؟ كل شهر 200 جنيه. انا عايز 200 جنيه دلوقتي و50 جنيه للتشارج. انت هتعمل كده بجد؟ ايوه طبعا، ودلوقتي. ثانية واحدة بس. انا عايزهم دلوقتي. طب استهدوا بالله بس ثانية واحدة. انت ايه مشكلتك؟ انا عايز 250 جنيه. خلاص هبعتهم. وهيتقسطوا عليك كل شهر. ما خلاص هبعتهم لك دلوقتي. لا 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 انا عايزه تحولوا على الكريدت كارد. يعني ايه يعني اجيبهم بدفع منين يعني؟ انا ماليش فيه. انا عايز قسط كل شهر تلتزم بيه. ان شاء الله. يلا. خلاص هبعتهم. وهيتقسطوا عليك كل شهر. ما ابعته لك دلوقتي خلاص. اتفضلي. تمام. موبايلاتي، برفاناتي. الحق عليك منين؟ انت محدش بيعمل لك حساب. احنا عملنا لك بنك. ايجي بنك عمل لك اونلاين بانكينج تحول بفلوسك وتسدد الكريدت كارد